كل مكان. ليلى صافية رايعة. جو كورة، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة. ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعب، المستوى العالي في مباراة اليوم. هنا جماهير بايرن ومعقل الكبير والجميل ملعب إلياس زارينا. تحفة معمارية بأتم معنى الكلمة. واحد من أفضل ملاعب أوروبا على الإطلاق. البداية بواتي، بواتي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. توماس مولر، فرصة للتسديد. الله على الكرة. سيطر الكنترول كان غير عادي، هي السبب الأهم في التسديد. أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يبحث عن المهاجم. تدخل جميل واعتراض أجمل. أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، يفقد توازنه. يستعيد الكرة مرة أخرى. طارق حامد. توماس مولر. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. خسر الحكم، يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. بعيدة، وفي الأخير الكرة تخرج إلى ضربة مرمى. كيميتش. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يلعبها طولية. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة.
يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. لمسة بينية ثم كرة، يحاول لعب الكرة بالرأس، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. الخطر، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، كيميتش، بافارد، تغيير جميل للاعب، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة وانتهى الشوط الأول. على الرغم من قبول هدف في مرماهم، لكن في رأيي الشخصي لا داعي للخوف لأنه عندهم وقت طويل بداية العودة. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة أمام الفريق المنهزم 45 دقيقة. إما العودة أو الخروج من هذه المباراة بهزيمة. يتواصل اللاعب برمي التماس، كيميتش، بواتينغ، يلعب كرة على اليسار، إيقاع جميل، لعب على الجهة، هذه ضربة رأسية لكنه لم ينجح، كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. يلعب كرة على اليسار، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يحاول أن يلعب كرة بينية، مولر، كرة طويلة إلى الأمام، كرة طويلة غير عادية، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. مولر، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. يمر ويلعب كرة بينية ويلعبها، يحكورة باتجاه المرمى، الله ما أروعك، ينجح في التسجيل. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. يواصلون المباراة بعد أن تعاد الفريقان. كيميتش، مولر، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها، وصلت إليه، طارق حامد، يتدخل بشكل قوي جدا،
وهذه رمية جانبية. كيميتش، كرة إلى الأمام، مولر لمسة على اليسار، يلعب كرة بينية إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. تمريرة قوية أكثر من اللازم، سيتم التبديل الآن. يمسك الحارس بالكرة، لمسة بينية، معاه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. رد فعل في منتهى الروعة بصراحة. كومان يحاول تمريرها من بين المدافعين، هذه هي صافرة النهاية. هيا بنا إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، المعاناة، البعض يعتبرها الموت البطيء كرويا. مباراة كان فيها الكثير من التحفظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. سددها على يسار حارس المرمى. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. تصدي غير عادي، حارس كلب. فرصة هدف سيعني لهم الكثير في مباراة اليوم. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. كرة الاطمئنان داخل الشباك. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ إذا سجلها يمر فريقه. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. ركلات الترجيح أمر مهم جدا، أن تكون جاهز ذهنيا نفسيا، عالية على مستوى المعنويات، يكون عندك الثقة.